الله أكبر. الله أكبر. 9/4/2013 ريف دمشق سبينة كتيبة صخور الجولان، التوجه لضرب مبنى المخابرات الجوية لفتح الطريق إلى بلدة دارية. الله أكبر. صخور الجولان. الله 9/4/2013 صخور الجولان دمشق سبينة استعداد المجاهدين لضرب مبنى المخابرات الجوية. الله أكبر. 4/9/2013 صخور الجولان ريف دمشق سبينة شايف وين القناص؟ خلاقية؟ شفته؟ ايه شفته؟ ايه 9/4/2013 صقور جولان دمشق سبينة لك 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 شفته؟ ايش اسمه؟ ما هي؟ هاي الدبابة شفته؟ اين بينه من هون يعني؟ شفته هاي؟ خورج دولان ريف دمشق سبينة تسعة أربعة 2013 صقور الجولان ريف دمشق سبينة يلا يلا هجوم على حاجز الجوية في محاولة لفك الحصار عن مدينة دارية. أبو خليل أربعة تسعة 2013 صقور الجولان الله أكبر ريف دمشق سبينة أربعة تسعة 2013 كتيبة صقور الجولان سبينة رصد طائرات قوات الأسد مضادات طيران 23